كيف نرد على شبهة القبوريين أن الأنبياء لم يموتوا استدلالا بحديث المعراج لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم موسى وغيره؟ ما شاء الله، أما قرأت قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة، كل شيء هالك إلا وجهه. فعرض الأنبياء عليها هذا من باب العرض، عرض أرواحهم، ما هو بعرض إنهم بعثوا وجاءوا مثل ما هم في الدنيا. هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.